لما تلاقينا ورجعنا تاني وكأننا ما بعدنا ثواني مشاهدينا الاعزاء وفقرات برنامجنا اصوات من ذهب، دعوة للفنانين في مجال الغناء وكتابة الشعر الغنائي وهواة التمثيل والمبتهلين والقراء، كلكم معانا في برنامجنا اصوات من ذهب، البرنامج اللي بيسعد الناس وبنسعد باتصالاتكم علينا وارائكم فينا. طبعا خالص التهنئة القلبية الى صديقنا العزيز الاستاذ عبد الله هاشم، طبعا بمناسبة زفاف بنته دعاء عبد الله هاشم على محمد رجب درويش، ألف ألف مبروك ودايما يا رب إن شاء الله بإذن الله أفراحكم تكون معنا. قريبا إن شاء الله بإذن الله هيكون في حاجة سارة جدا، أفراح البلد إن شاء الله بإذن الله، أفراح البلد هنحاول إن احنا نشارككم في أفراحكم بكاميراتنا إن شاء الله بإذن الله وهنقول لكم على التفاصيل. معنا دلوقتي فقرة جميلة وهي فقرة المنشد. فقرة المنشد النهارده معانا منشد صوته حلو قوي وعشان كده هقول له سيد حسن صوته حلو خالص ده راجل طيب قوي وقلبه للناس خالص يا رب توبة يا رب توبة نصوحة بعد عصياني قبل ما اشيب وانحني وامشي بعصياني القلب نادم وليه العين عصياني يا ريت يا ريت يا ريت دموع لا تسيل تنزل على الخدين تمحي صحايف ذنوبي تمحي صحايف ذنوبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي ان الصلاه على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي يا إله الكل كل كل انت عالم بيا كل كل يا إله الكل كل كل انت عالم بيا كل كل يظلموني انت عارف يتهموني برضو شايف من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي انا في جاي النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي يا إلهي كل عني عني من العباد ما حد عني عني يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي
عنك لم تكن هنيه. وهانت لجاه النبي تكرم عقيدة النبي، هانت لجاه النبي تكرم عقيدة النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي تكرم عقيدة النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل الصلاة على النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل الصلاة على النبي، لجل النبي. بعد طبعا ما استمعنا الى المنشد الجميل وطبعا بدع معانا في اشهر اغاني محمد الكحلاوي لاجل النبي، عشنا مع فقرة جميلة واستمتعنا بأدائه الجميل مع مخرجنا المتميز سعيد رمضان. وسعيد الاعزاء خلصت فقرة، لسه في فقرة جاية استنى شوية. اصوات من ذهب تفرح لما تلاقي. ورجعنا تاني وكأننا ما بعدنا ثواني مشاهدينا الاعزاء وفقرات برنامجنا اصوات من ذهب، دعوة للفنانين في مجال الغناء وكتابة الشعر الغنائي وهواة التمثيل وايضا المبتهلين والقراء. معنا فقرة جميلة وهي فقرة القارئ في برنامجنا اصوات من ذهب، وقارئنا قارئ متميز. يعني صوت يدخل قلبك ووش بشوش هتشوفوه على الطبيعة باذن الله، وهنحنن قلوبنا ونستمع اليه. ولكن مولانا هقول له الشيخ محمود عبد الهادي العدوي من الحضر ولا بدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. Well,
لا بعد ما استمعنا الى فضيلة الشيخ والتلاوة الجميلة وحلق بنا واستمتعنا معه في اجواء روحانية عالية، اقول لكم خلصت فقرة، لسه في فقرة جاية، استنونا شوية. اطوال من ذهب بيفرح لما تلاقيه. ورجعنا تاني وكأننا ما بعدنا ثواني مشاهدينا الاعزاء، وفقرات برنامجنا اصوات من ذهب، دعوة للفنانين في مجال الغناء وكتابة الشعر الغنائي وهواة التمثيل وايضا المبتهلين والقراء. كلكم معانا في برنامجنا اصوات من ذهب برعاية شركة مصر البلد للانتاج الفني والتوزيع. ومعنا النهارده مخرجنا المتالق سعيد رمضان، والله زمان. معنا دلوقتي فقره جميله وهي فقره الغناء، ومعنا مطرب جاي من هنا. جه ازاي؟ جيب القطر طبعا ان شاء الله، وربنا يحفظه يا رب ان شاء الله باذن الله، ويكون صوت جاي لنا من الصعيد يعبر عن احلامه وعن امانيه في هذا البرنامج. صوتنا الجميل هقول له حسن زيدان، عنده كام فدان، ده راجل حلو قوي وكمان فنان. يلي انت مغرور بمالك، ليه نسيت اصلك؟ الدنيا ضحكت في وشك، نسيتك اصلك. بتبص للناس ومن فعلك صغر اصلك، ده بكره راح يضيع مالك، وتشكي حالك ساعتها والسبب اصلك. واللي انت حلو حلو الكلام مش حلو بس روح، في ناس جميله قوي عايشة حلاوة الروح. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايلة همي، قلت ايدي بتجري في دمي، قلت عنها كلام كتير مش جديدة. لما جيت اكتب عن امي عزة قدام القصيدة شايلة سري بيني وبينها حبل سري، انقطع يوم الولادة وانت ده حبل الوداد، حب ما يعرفش عادة، حبها اصلا عبادة. لما جيت اكتب عن امي لقيتني بكتب عضنا، لما جيت اكتب عن امي لقيتني بسأل من انا، في التعب كانت بتسأل، جه مؤنث جه مذكر، جه بيضحك جه مكشر، جه على الدنيا بسلام. كبرت فجأة
لقيتني بسمع كلام عن السجاير على عيال اللي مصاحبها اخش ذاكر اجي اتدلع تقول لي ده انت راجل يا ابني ده انت اللي زيك دخل دنيا بص يا ابني لسه ليه زي الكولونيا ما تلاقيش لها ريحه امي ما بتعرفش تجرح بس يا نبات الجريح واما جت وقفت قصادي قالت لي انت ابن نادي ده انت نور عين اللي شبهي ده انت دون عن ولادي وقتها ما كنتش بغاوي كنت فاضي للغلاوي. طبعا بعد ما استمتعنا بالفقره ديت وهي فقره من النواويل الجميله والراجل ما عندوش فدادين ولا حاجه يا جماعه ممكن يكون عنده فدادين. أصوات من دهب بتفرح لما تلاقينا